قناة الراوي لأجمل القصص والروايات. قصة علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين. علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع للدولة الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن مع رسول الله من الصبيان، زوج فاطمة بنت رسول الله ووالد الحسن والحسين. فهيا بنا نخوض في سيرته رضي الله عنه ونبدأ بنسبه. فهو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفت الآراء حول تحديد العام الذي ولد به علي بن أبي طالب بين ولادته قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب15 سنة أو ب16 سنة أو ب10 سنين أو ب5 سنين. وتبدأ قصة إسلام علي بن أبي طالب بأنه كان يعيش في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب الأزمة التي مرت بها قريش وعلي بن أبي طالب. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن عمه، فأخذ علي ليكفله، وأخذ عمه العباس جعفر ليكفله. كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد المعروف إلى عمه أبي طالب حين كفله صغيرا، فكان من حسن حظ علي رضي الله عنه أن رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت الرسالة برسول الله سمعها منه علي، فكان من أوائل من اعتنقوا الدين الإسلامي، حيث كان أول من أسلم من الصبيان. ومن القصص التي رويت في إسلام علي أنه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته خديجة يصليان، فتساءل علي عما يفعلانه، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا دين الله تعالى الذي اصطفاه، وأدعوك إلى عبادة الله وحده وأن تكفر باللات والعزى. فتعجب علي لما سمع، وأراد أن يستشير أبا طالب في هذا الأمر، فكره رسول الله أن يحدث علي أبا طالب بالأمر، وطلب منه أن يكتم هذا الحديث إذا لم يسلم. وقضى علي ليلته يفكر في الأمر، وعندما جاء لرسول الله وسأله عما عرض عليه، فأجابه الرسول أن يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن يكفر باللات والعزى. ففعل علي ما قاله الرسول وأسلم معه، وأخفى إسلامه عن أبيه وأعمامه، وظل يتخفى عندما يذهب إلى الصلاة مع رسول الله في شعاب مكة. اتصف علي بن أبي طالب بالشجاعة، ومن أشهر الدلالات على ذلك أنه عرض نفسه للخطر فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما مكث في فراش الرسول عند مجيء الكفار لقتل رسول الله. وقد شارك أيضا في جميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة تبوك، حيث ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة في ذلك الوقت. وكان أيضا مقاتلا شجاعا، وقد حمل الراية في سن 20، وكان من أهم رجال الدولة الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين الذين سبقوه في الخلافة، حيث كانوا لا يقدمون على أي أمر إلا باستشارته. وقد زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة في العام الثاني من الهجرة، وأنجب منها الحسن والحسين. وتقول بعض الآراء أنه قد أنجب منها أولادا غيرهم.
تزوج علي رضي الله عنه أم البنين بنت حزام بعد وفاة فاطمة، وأنجب منها العباس وجعفر وعبد الله وعثمان. ثم تزوج ليلى بنت مسعود ابن خالد النهشلي، وأنجب منها أبا بكر وعبيد الله. ثم تزوج أسماء بنت عميس الخثعمية، وأنجب منها يحيى ومحمد. وأثناء خلافته للدولة الإسلامية استشهد علي في العراق إثر الحروب التي قامت بينه وبين معاوية، وقد تمنى من الله تعالى أن يعجل له بوفاته، وقد أجابه الله تعالى، والله أعلم.